الحلو في الحلوة حلوين. ايه ده؟ مين؟ رمضان المصري الحلواني من فضلك. بس الحلواني ده اللي بنى مصر يا رمضان. مش لوحده يا حبيبي، اللي بنوا مصر حلوانية كتير. وانت بقى منه بس رمضان؟ اي نعم، انا المصري، انا اللي بنى مصر. الحلواني يوميا في رمضان مع دكتور عمرو الليسي والكاتب محمد الشابة مع الفنان القدير أحمد صيام. الحلواني إخراج تامر حسني. على فكرة يا جماعة، نسيت امبارح أقول للأخ الحلواني المزيف اللي اسمه رمضان المصري إن صاحبه جوهر الصقلي اللي بنى مصر كان في الأصل كنفاني مش حلواني ولا حاجة. كان الراجل متخصص بس في عمل الكنافة، يعني ما كانش بيعرف يعمل الحلويات كلها. والتاريخ بيأكد بالفعل إن جوهر الكنفاني كان بيشتغل في محل أبوه في مدينة الصقلية قبل ما انضم الجيش الخليفة المنصور بالله ويبقى قائد عسكري كبير في جيش الفاطميين. حيلك حيلك يا باشا، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هو كده؟ الغاب القط تلعب يا فار ولا إيه؟ مين بقى ساعتك الحلواني المزيف ده؟ ده قصدك إن أنا مزيف؟ طب ده انا بقى حلواني اصلي ابا عن جدا، وجدود جدودي هما اللي بنوا المعروسه طوبه طوبه، وجدي الكبير القائد جوهر اسمه على اكبر شارع في الموسكي. ومن فضلك متقولش جوهر كده حاف كانه معرفه قديمه يعني لحضرتك. لا تمام يا سيدي، ماشي، ما قلناش حاجه، الراجل على عيني وعلى راسي. بس القائد جوهر يبقى جدك الكبير مش واسعة دي يا حلواني؟ لا مش واسعة ولا ضيقة يا سيدي. انت يعني اللي محبكها وعمال تقول اللي بنى مصر كان كنفاني مش حلواني. وبعدين هو كان الكنفاني ايه يعني؟ اه كان بيخلي الطرش مثلا. الراجل كان حلواني، اه حلواني بس متخصص في فرع الكنافة، وهو اللي جاب الكنافة محل المحروسة، عشان كده كانت الكنافة من ايام الفاطميين مشهورة في مصر قبل القطايف اللي ما عرفناهاش غير ايام المماليك. تمام. انا بس والله كنت عايز اصلح المعلومه عشان الناس ما تغنيش اغنيه عيل حجار غلط. سبحان الله يا اخي، يعني كنت عايز سيد حجاب الله يرحمه يكتب اللي بنى مصر كان في الاصل كنفاني؟ لا مش للدرجه دي يا معلم رمضان، اكيد كان هيبقى فيه كلام تاني. المهم عايز اعرف ليه المصريين كانوا بيحبوا القائد جوهر الصقلي وكانوا بيدعوا له على المنابر رغم انه اساسا اجنبي مش مصري. ما تقولش بس اجنبي يا اخ عمرو، عيب. حلواني اللي بنى المحروسه بالجمال ده وخلاها ام الدنيا وعروسه المداين لا يمكن يتقال عليه انه مش مصري. المصريين ادوا له الجنسيه وطلعوا له باسبور فاطمي كمان ومختوم بختم المعز لدين الله. ماشي يا حلواني يا جونيور، قلبك ابيض يا عم، روق دمك كده وما تزعلش. خلينا بكره نكمل حكايه جدك الكبير الحلواني اللي حط حجر الاساس في القاهره العامره. تمام يا صاحب، بس اهم حاجه بقى ما تنساش ان الحلاوه حصري عند رمضان المصري. الحلواني مع دكتور عمرو الليسي والكاتب محمد الشابه مع الفنان القدير احمد صيام. الحلواني إخراج تامر حسني.